الإمامة والخطابة، وهي أمور لو تعلمون عظيمة، فما بالك لو إنه الخطابة من على المنبر في المسجد، الإمام والخطيب والمدرس. الإمام والخطيب والمدرس دي ناس بتشكل وعيك وبتبني وجدانك وبتساهم في بناء ذهنك ومنطلقاتك الفكرية إلى آخره، وبالتالي الاختيار لازم يكون بمنتهى العناية، بمنتهى العناية، حتى لا نقع فيما وقعنا فيه سابقا من أفخاخ، والأفخاخ كانت بالمئات أو بالآلاف والله أعلم. الأوقاف بتعلن عن 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل مسجد. خلونا ناخد على التليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا 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 بك دكتور، وكل سنة وانت طيب بمناسبة غرة رجب. أستاذ يوسف أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وسيادتك بخير، وكل عام وكل السادة المشاهدين بخير، وكل عام ومصرنا الحبيبة العزيزة بخير وصحة ودايما في تقدم وازدهار إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. 1000 وظيفة لإمام وخطيب ومسجد. هنا يجي سؤال يا دكتور، عشان أنا كنت بقول إنه دي أمور لازم يتم اختيارها بمنتهى العناية، إيه هي المعايير اللي بناء عليها بنختار؟ لأنه أكيد هيتقدم آلاف مؤلفة. نعم أستاذ يوسف، خليني أشكر حضرتك بداية على السماح لوزارة الأوقاف بالتعليق على هذا الأمر. ده احنا نتنور. خليني أقول لحضرتك في البداية 1000 وظيفة لإمام وخطيب ومدرس، وأنا بأثني على مقدمة حضرتك، وعلشان لا نقع في الأفخاخ اللي وقعنا فيها قبل كده واللي دفع ثمنها كثير من الناس بسبب المغالطات الكثيرة في كثير من الأمور. خليني أقول لحضرتك إن في شروط تم وضعها بالتعاون ما بين وزارة الأوقاف المصرية من خلال لجنة قام بترشيحها السيد الوزير والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عشان يتم وضع الشروط والضوابط التي من شأنها يسمح للمتقدم يعني التقديم على الإعلان. أولا إحنا وضعنا عدد من الشروط، أولها أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر، كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة الإسلامية، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وكان عندنا شرط مهم في البداية، ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد. ودي أول البوادر اللي هبدأ أقول عليها، إن أنا هبدأ يعني مرحلة الانتقاء، إن أنا هاخد عنصر يعني حصل على الأقل على تقدير عام جيد في مدار الأربع سنوات اللي قضاهم في الدراسة الجامعية. كمان هيكون في يا أستاذ يوسف اختبارات أو امتحانات هيتم وضعها، في اختبار هيتم وضعه من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللي هيقيس الانضباط النفسي وهيقيس عملية السلوك، ولكن في معاه اختبار بطبع وزاره الاوقاف المصريه علشان في الشريعه الاسلاميه وفي الفقه وفي القران الكريم، علشان نبدا نقول ان الشخص اللي معانا في البدايه ده مؤهل تاهيل اولي علشان يدخل، لو نجح في الاختبار التحريري يدخل بقى المقابله في لجنه مخصصه من قبل وزاره الاوقاف المصريه من كبار اساتذه الجامعات في جامعه الازهر. اللجنه دي هتكون من شانها ان هي تفرز وتفرز الساده المتقدمين علشان نبدا نخرج عناصر قادره على الصعود على المنبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون قادره على حمل لواء الدعوه في التوقيت اللي احنا فيه. خليني اقول لحضرتك ان احنا برضو عندنا الإمام بعد ما يعدي بكل المراحل دي هيبقى عندنا أول سنة هنتعاقد مع الإمام علشان نقيس مدى كفاءته ومهارته في القيام بكل مهامه الدعوية.
وخليني اقول لحضرتك كمان ان هو مع اول سنه هيتم تقييمه ووضع ضوابط لتقييمه، لو كان مؤهل احنا والوزاره شافت ان هو مؤهل ان هو يكمل هنعمل له عقد لمده سنه اخرى. كويس. السنه دي كمان هنبدا نقيس فيها تاني اداؤه وقيامه على اكمل وجه بدوره وواجبه الوظيفي كامام وخطيب وزاره الاوقاف المصريه، ومدى انضباطه مع الوزاره ومدى انضباطه في اداؤه للدروس والخطب والتزامه الكامل بتعليمات وزاره الاوقاف المصريه. بعد السنتين دول تقييم هيتم اجراءات لتعيينه بعد السنتين. كويس. ده حضرتك بالنسبه للامام. ماشي. بالنسبه للعمال احنا كمان عندنا 1000 وظيفه عامل مسجد. في الحقيقه تم وضع برضو عدد من الشروط الى جانب طبعا الشروط الاساسيه يا استاذ يوسف، اللي هي ان يكون متمتعا بالجنسيه المصريه وان يكون محمود السيره وحسن السمعه، الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه او اي عقوبه في او جريمه مخله بالشرف او الامانه. الضوابط طبعا اللي بيضعها الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او بقرار تاديبي نهائي. بدايه في العمال احنا اشترطنا ان السن ما يقلش عن 35 سنه، ان يكون المتقدم من الذكور، ان هو يكون حاصل على مؤهل اعداديه عامه او اعداديه ازهريه، مع اجتيازه طبعا للمقابله الشخصيه او الاختبار اللي هتقرره وزاره الاوقاف المصريه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. طبعا يجتاز الكشف الطبي اللازم وتحليل المخدرات ويستوفي المستندات المطلوبه للوظيفه بتاعته، وده حضرتك معلن على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. وكمان احنا اعلنا عندنا على الصفحه الرسميه لوزاره الاوقاف المصريه والصفحه الرسميه للاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وان شاء الله هيكون بدايه التقديم 15/2 وهيستمر التقديم حتى 2/3 على وظيفه امام وخطيب ومدرس، وكذلك ايضا وظيفه عامل مسجد بوزاره الاوقاف. طيب انا سمعت اقول لحد الاخر، هستاذن بقى في شويه اسئله وعذرني هطول عليك بقى شويه يا دكتور. اتفضل يا فندم. قال لك صوابعك مش زي بعضيها، صح؟ طبعا. طيب إيه؟ الاختبارات اللي حضرتك تفضلت وقلت لنا عليها هي اختبارات مثلا بخصوص الائمه والخطباء، انا هقدر اوصل منها الى انه هذا الامام والخطيب هو راجل متمكن. متمكن من ايه؟ متمكن من كل الحاجات اللي الاستاذ ذكرت في القران الكريم، في الحديث الشريف، في الشريعه والفقه وما الى ذلك. انا هنا بقى سؤالي في الاختبارات التحريريه، انا عندي ما يطلق عليه في الانجليزيه تريكي كويستشنز، من الاخر كده انا عايز اوقعه مش عايز انجحه. يعني ايه؟ يعني انا مش عاوز اطلع اي حد يقف على المنبر، فانا لازم اتاكد من انه المخ سليم مش العلم مكتمل. اصل العلم مكتمل ده كتير، نعم، بس المخ سليم قليل، وده راجل هيأثر في ولاد وبنات صغيرين يسمعوا الخطبه، هيأثر في سيدات، هيأثر في رجال، هيأثر في الالاف على نعم. مدار سنه بالكامل. فانا عايز اتاكد انه الذهن سليم والحاله طبعا. النفسيه طبعا. سليمه طبعا طبعا. مع سيادتك خليني اقول لحضرتك على حاجه، احنا في وزاره الاوقاف، قبل هذا الاعلان عندنا عدد من الاختبارات وعندنا تجربه سابقه خلال السنوات الماضيه اللي تولى فيها السيد الوزير الوزاره. الاختبارات بتكون يعني موضوعه بمنتهى العنايه وبمنتهى الدقه، اللي فيها نقدر نميز من خلال الاجابات اللي موجوده يا استاذ يوسف هل الشخص اللي قدامنا ده سوي فكريا ولا لا. ده زائد ان في لجنه، اللجنه دي لجنه شفويه بيقعد قدامها المتقدم قدام اساتذه كبار من اساتذه جامعه الازهر، والاساتذه دول بيتم انتقائهم بعنايه شديده، بيقدروا يعني يفرزوا الشخص اللي موجود قدامهم ده. أيوة. ولينا تجربه يا استاذ يوسف كمان في تجربه الافاد، احنا بنوفد ائمه لمختلف دول العالم. الامام ده قبل ما اولا لما بيجي يتقدم للاعلام بيتقدم وبعدين بيخضع لاختبار تحريري قوي جدا، وبيتم وضع وانتقاء الاسئله بمنتهى العنايه اللي من خلالها يقدر الاستاذ وهو بيقرا الاجابات بتاعه الامام المتقدم يفرز الامام ده فكريا هو عامل ازاي، لو ليه توجه، لو ليه انتماء، لو ليه اي توجه من اي نوع. الاسئله بتكون قادره ان هي تخرج لنا النماذج دي
إلى جانب المقابلة الشفوية والاختبارات الشفوية المقابلة مع اللجنة. اللجنة بتكون فيها مش أقل من 3 أساتذة متخصصين. ال3 أساتذة بيفرزوا الإمام إمام إمام، بنقابلهم واحد واحد. بعد اللجنة كمان ما بتنتهي من مقابلتها، السيد الوزير بيكون كمان ليه مقابلة شخصية في النهاية بعد مقابلة اللجنة. يعني عايز أقول لحضرتك إن المتقدم بيمر بعدد من المراحل بتكون يعني بتخلينا نقدر نقول بعد المقابلات وبعد الاختبارات وبعد الفحص اللي بيخضع عليه الإمام، إن إحنا بنخرج عنصر عنده فكر مستنير واعي مدرك لتحديات العصر اللي إحنا موجودين فيه. بعد كده يا أستاذ يوسف كمان بيدخل حاجة اسمها الدورة التأهيلية للأئمة الجدد لمدة 6 شهور. لازم الإمام أول ما يدخل الدورة دي بعد 6 شهور يكون يجتاز الدورة دي بنجاح مش أقل من جيد، عشان يقدر بعد كده يستكمل مسيرته. حلو. زي ما قلت لحضرتك، أنا هنا هستأذن في المقاطعة برضو، معلش. حضرتك طبعا أكيد عارف أنه مثلا في كلية الشرطة، في الكليات العسكرية، في كشف الهيئة. نعم. كشف الهيئة ده الطالب المتقدم بيخش بالبلدي كده بيتفنط، يعني مش لأنه وصل كشف الهيئة ده معناه أن خلاص كده أنت اتقبلت يا يوسف، بيتفنط. أنا عايز أطمن أنه الخطيب والإمام اللي هيتم تعيينه من ضمن 1000 واحد بإذن الله سبحانه وتعالى جداد، متفنط وعلى الفرازة، وعايز أطمن أنه مش هيبقى من الناس بتاعة ماركت أنه وفيها ايه لما الواحد يخلف 4 و5. الرسول قال اني مباهم بكم الامم يوم القيامه، تناسلوا تناكحوا، وتحصل تفسيرات مغلوطه ولخبطه وعك. مش عاوز الامام يطلع في وقت من الاوقات في خطبه جمعه ولا حاجه وفي جمله عابره نلاقيه بيقول لك هو كده في تعدد زوجات، ولو الزوجه مش عاجبها تخبط دماغها في الحيط. انا مش عاوز كل الحاجات دي، لأنه في هذه الحال اللي بيحصل نلاقي مواقع التواصل الاجتماعي اتقلبت رأسا على عقب وبقت حدوتة وهليلة. أنا مش عاوز هليلة، أنا عاوز واحد فاهم يعني إيه هو واقف على المنبر في دولة ما بين قوسين ثقيلين مدنية حديثة. تمام. أنا خليني أؤيد وأثمن كلام حضرتك اللي حضرتك بتقوله ده، وأطمئن حضرتك اطمئنان شديد إن وزارة الأوقاف المصرية بتتخذ العديد والعديد من الإجراءات اللي من شأنها إن هي تخرج من بعد اختباراتها الكاملة وبعد الإجراءات الكاملة إمام وخطيب في الفترة اللي احنا فيها دي، قادر على استيعاب تحديات العصر. خليني أقول لحضرتك كمان إن احنا في وزارة الأوقاف المصرية مؤخرا في أصدرنا العديد من الإصدارات الهامة جدا في النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، على غرار مثلا احنا خرجنا الفتره الاخيره كتاب الامن المجتمعي اللي بيتناول التكافل الاجتماعي ودوره. خرجنا كتاب بيتحدث عن تنظيم النسل، وطرحنا فيه كل الرؤى وكل الاراء اللي من شانها ان هي ترد على كل المزاعم اللي حضرتك قلتها. انا عايزه امام مقتنع يا دكتور، المؤلفات على عيني وعلى راسي والاصدارات على عيني وعلى راسي. انا عايز الامام ده مقتنع. وهضيف حاجه، معلش انا اسف برضو، انا عايزه كمان خطيب مفوه. ساعات نعم. بيبقى في ناس عندها العلم بس نعم. ربنا ما كتب لهمش ان هم يبقوا مفوهين. انا مش عايز اقول ممل، بس مش عايز اسمع الخطبه دي، هاخد بعضي واروح في جامع تاني. مؤخرا يا فندم يستحيل نعلن على صفحتنا وعلى صفحه الوزاره او على صفحه السيد الوزير اسم امام غير مفوه وغير يعني وغير مؤهل. يستحيل ده يحصل. في الفتره الاخيره منذ تولي السيد الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف زمام الامور، ويستحيل ان يكتب اسم امام على اي صفحه من صفحاتنا الا ان يكون هذا الامام حافظا لكتاب الله عز وجل، ملما بقواعد الفقه، وعنده المام بتحديات العصر الكامله، ويعرف ما معنى الكلمه التي تخرج من فمه. خليني اقول لحضرتك واطمن حضرتك جدا عايزه جدا جذاب. من الناحيه دي العلم موجود يا دكتور، انا عايزه جذاب، عايزه يشدني. هقول لحضرتك المؤلفات اللي انا بقولها لحضرتك دي بتتم ترجمتها لدورات تدريبيه بيشرف على تنفيذها اكاديميه الاوقاف الدوليه. المؤلفات دي احنا ما بنخرجش مؤلفات ونسيبها مركونه، احنا بنخرج المؤلفات. فهمني يا دكتور وبنقوم بتوزيعها. دكتور عبد الله، دكتور عبد الله على ما يبدو انا مش عارف برضه اوصل لك وجهه النظر.
انا مش بتكلم دلوقتي على انه الاصدارات بنسيبها كده او بنحطها على الرف وعشان لا، انا بتكلم على امام جذاب. انا ابني حبيبي اسمه مالك، ربنا انا عايز مالك كده هو اللي يقول لي انا بحب الشيخ فلان وبحب اسمع خطبته. ابني ده عنده 14 سنة، فانا عايز مالك هو اللي يقول لي انا عايز اسمع خطبة الجمعة بتاعة الشيخ فلان في الجامع اللي جنب بيتنا. يبقى الواد مستوعب، حابب الامام، الامام عارف يوصل له، الامام جذاب، الامام لذيذ لطيف، وطبعا يحمل من العلم اكثره. نعم نعم صحيح. هضيف لحضرتك من ضمن العوامل اللي احنا بنساعد على ان الامام فعلا يخرج بعد ما يبدا دورته التاهيليه عندنا، ان هو احنا بندرسه علم نفس، بندرسه امن قومي، بندرسه قواعد الخطابه واصولها، بندرسه كيفيه التحدث، يعني في خلال الدوره التدريبيه التاهيليه اللي حضرتك بيخضع عليها الامام، اول ما بيتم قبوله بيتم تدريسه كل العلوم دي اللي من شانها ان احنا نساعده ان هو يكون قادر على جذب الانتباه اثناء الخطبه. حلو قوي. طيب بخصوص نعم. العمال بقى نعم انا برضو مش عارف، وده سؤال يعني ليس طرح، السؤال بتاعي هل انا بعد ما اعمل الفلترة والتنقية اللازمة نعم هعمل زي بحث حالة للعامل، بحث حالة للعامل، يعني انا عايز اعرف هو سمعته ايه في الحتة بتاعته في الشارع، الناس حباه، الناس بتتكلم ايه على اخلاقه، علاقته بالجيران؟ طبعا يا فندم، طبعا في 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 جهة بتكون معنية بان احنا بعد ما بننتهي خالص نهائيا من الـ 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 الاجراءات، بننتهي من القبول النهائي، بيكون في طبعا فحص ليه عشان نعرف هو يعني عليه اي تحفظات، عليه اي حاجه او اي شيء من هذا القبيل يعني. حلو جدا، يا مسهل الحال. بالتوفيق باذن الله دكتور، كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبه دايما كما جرت العاده يا رب بالخير، واللهم بلغنا رمضان. كل الشكر ليك دكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزاره الاوقاف.